كنبغي نبدا بالترحم ديال اللاعب الوداد السابق الدغوري اللي توفى في حادثه السير، انا لله وانا اليه راجعون. بخصوص البطوله ديال هذا الموسم فهي استثنائيه بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بحكم الكل كيعرف بأن أول فريق يتوج بالدوري الوطني بدون أي هزيمة، فهذا شيء مشرف وما كيوقعش ديما، لأن من ضمن الفروق اللي توجات بهذا اللقب اللي كنعتبروه ذهبي هما أربعة فروق بما فيهم كاين الأرسنال، يوفنتوس، وبروسيا دورتموند جبونس، ولا بروسيا بون على عين فريق ألماني. دونك نتمنى هاد كيف ما كنقولوا الصينيه تكون ذهبيه او شيء رمزي على الاقل باش يتنافسوا الفروق ويجتهدوا باش ينالوا هاد البطوله الشرفيه. واكيد حققنا ثلاثيه وثلاثيه وما ادراك ما ثلاثيه، ونحن على عتبه النهائي في الموسم يوم الثلاثاء ان شاء الله كاين نصف النهائي، دونك مع فريق مولودية وجدة للاسف اللي كنت اسفوا بان مشى، لان الرجاء كان ما عندهاش خيار الا الفوز. دونك لهذا تا الكاس ان شاء الله غادي نحطوه فوق الصينيه. تتوقع نهائي بين الجيش والرجاء؟ وكل شيء ممكن، ولكن احنا الفريق اللي جا ان شاء الله راه ما غاديش نهزمو معاه، كوني على يقين.